وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الدكتور طارق السندي مدير الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية بهيئة جودة التعليم والتدريب، أكد أن النظام التعليمي في مملكة البحرين سار على نهج الثوابت والمبادئ الجامعة لميثاق العمل الوطني والتي تمت ترجمتها في المناهج الدراسية والبرامج التربوية. ميثاق العمل الوطني كان داعم للتعليم وإنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم والتدريب، لهو خير دليل من حكومتنا الموقرة على الحفاظ على نوعية التعليم والتدريب في مملكتنا الغالية. هيئة جودة التعليم منذ إنشائها في عام 2008 وهي تصدر تقارير دورية عن أداء المنظومة التعليمية والتدريبية في المملكة باللغتين العربية والإنجليزية، وتنشرها على موقعها الإلكتروني علشان تكون متاحة لكل مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة وأولياء الأمور وطلبتها.